موقع برضو في للسادة طبعا المشاهدين كمان يشوفوه، والسادة الصحفيين زمايلنا هنبقى نحطه لحضراتكم ان شاء الله. نتواصل يعني زي ما بقول ان شاء الله بطوله عالميه على ارض مصريه ان شاء الله بإذن تكون الله. بطوله موفقه في التنظيم زي ما مصر دايما معودان. نروح لاخبارنا العالميه، معانا خبر مهم جدا جدا عن نجمنا محمد صلاح، بس الحقيقه خبر ما اتبسطتش منه، يعني خبر اعتقد انا بالنسبه لي كان 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 يعني صدمه شويه. اعلنت طبعا رابطه اللاعبين المحترفين في انجلترا النهارده الخميس اسماء اللعيبه المرشحه لجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا العام. طبعا صلاح ما كانش متواجد في القائمه ديت. اختارت رابطه البريمير ليج اللاعبين الكسندر ارنولد، ساديو ماني، فان دايك ده من ليفربول، دي بروين ورحيم ستيرلينج من مان سيتي، وطبعا هداف الدوري المهاجم الجزائري مهاجم الانجليزي جيمي فاردي ده من ليستر سيتي. وطبعا استبعدت الرابطه صلاح بشكل غريب، يعني كان بالنسبه لي انا مفاجاه عدم وجود صلاح من ضمن المرشحين لجائزه احسن لاعب هذا الموسم، رغم ان محمد صلاح سجل 19 هدف السنه دي واكثر طبعا من ساديو ماني اللي هو موجود في الاختيارات، وده كانت علامه استفهام. لكن كمان صلاح خسر جائزه احسن لاعب في الموسم المقدمه من رابطه الانديه اللي فاز بيها طبعا كابتن الفريق جوردان هندرسون. وزي ما احنا عارفين ان ليفربول بعد ما فاز بالبريمير ليج اعتقد ان هو يعني قدم موسم استثنائي كبير جدا جدا، لكن خروج محمد صلاح من قائمه احسن اللاعبين على مستوى البريمير ليج السنه دي انا بالنسبه لي كانت يعني شايفها ظالمه، مش ظالمه لكن صادمه بالنسبه لي. محمد بيقدم موسم رائع، محمد سجل 19 هدف، اكيد ساديو ماني لعيب مهم جدا ولعيب كبير، لكن يعني عدم وجود صلاح بالنسبه لي كان يعني مفاجاه بالنسبه لي، مفاجاه كمان لعشاق محمد صلاح. ده حقيقي. كمان ده حقيقي. طيب احنا عارفين انه برشلونه بيقدم عروض يعني وحشه جدا السنه دي، وخسر الدوري الاسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وعنده مباراه صعبه بكره ان شاء الله مع البايرن في دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال اوروبا. برشلونه بيدرس دلوقتي انه يتعاقد مع مدير فني جديد علشان يكون خليفه لكيكي ستين، وطبعا برشلونه بيدرس هذا التعاقد دلوقتي في تقارير فرنسا.